شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادر الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. لا نستطيع أن نحتمل، لقد أنهكنا، إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط. نحن نمضي واحدا تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة. لا حماية، لا حماية دولية، لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا، ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن. نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادرنا الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. الجريمة، ونحن نرى كل يعني هذه المشاهد المؤلمة يعني التي تدمي قلوب أبناء شعبنا، ولا زال هذا الجرح ينزف، ولا زالت يعني الجريمة الإسرائيلية تتواصل حتى هذه اللحظة، ولا زال يعني البكاء والأنين في كل شارع، في كل زاوية، في كل بيت ينظر إلى هذه المشاهد أو يصاب بهذه المشاهد. يعني هناك فعلا آلام كبيرة يعني شكلها هذا العدوان على المحافظة الجنوبية، هذه الآلام وهذا الوضع القاسي يعني تهتز له الجبال عندما نرى أطفالنا تحت الأنقاض ونرى النساء تحت الأنقاض، ويعني بالفعل مشهد مؤلم. ولا زال حتى هذه اللحظة يتواصل هذا العدوان وتتواصل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا. من بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، من بلدة عبسان، من منطقة الزنة، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، محمد أبو حطب، من مقر الصليب الأحمر في غزة، من رفح، محمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين.